اساس سد الحنك دقيق وسمنه، سمنه بلدي، زبده بقى وكده لا، سمنه، سمنه بلدي يكون طعمها حلو كده وحاجه كده متكلفه واصلي، ودقيق ابيض. بعد كده بحط معاها شويه من السمسم، بكون عامله لها الشربات بتاعها اللي انا هسقيه بيها بيكون عباره عن سكر وميه. اوكي طيب اديني هحط اهو الميه اول حاجه هنا، وناخد وقتنا يعني انا سد الحنك ما تسربعش فيه بقى بصراحه، ناخد وقتنا كده عشان نطلع حاجه ايه محترمه. وادي السكر، انا طلبت دلوقتي زي ما انتم سامعين من الشباب يجيبوا لنا ميه ورد او ميه زهر، دي اختياري ما هياش اساسي بس الحقيقه انها بتفرق في طعمه جامد جدا. طب هتحطيها امتى اميره؟ هحطها على الشربات او السيرب ده بس مش دلوقتي، في الاخر خالص. ليه؟ لانها من الحاجات، او ممكن حتى على سد الحنك نفسه بس في الاخر. ليه؟ لانها بتفرق جامد قوي، لو حطيتها من بدري بتتبخر فهيبقى طعمها مش موجود، فببقى ما استفدتش حاجه يعني ايه، تعبتهم وبعتوا جابوا على الفاضي. سمنه بلدي ودقيق ابيض واقلب، لازم احمصه، مش عايزاه يغمق ده صحيح يعني، لكن عايزاه يتحمص، ده اللي هيديني طعم ان ما يبقاش دقيق ني. وانا بحمص كده اقوم منزله الايه، السمسم ياخد تحميصته جوه السد الحنك، الريحه بدات اهي ايه تظهر. الله، دي من الحاجات اللي انا بعملها وانا يعني مبسوطه ان انا بعملها، في حاجات كده في وصفات كده الواحد بيبقى ايه سعيد وهو بيعملها، كنترول كمان بيبقى سعيد وانا بعملها. اوكي، نفس مقدار الدقيق هو نفس مقدار السمنه، يعني معلقه لمعلقه، وحمصته كويس قوي وشميت ريحته ان الدقيق، طمنت ان الدقيق استوى، وحطيت السمسم عشان يتحمص جوه، وهبتدي بقى انزل من الشربات اللي عندي اللي سخن ده، وهو سخن اللي هو عباره عن سكر وميه، واقلب اهو، ايد بتنزل وايد بتقلب هنا اهو. قد ايه سكر؟ لا كل واحد حسب هو بيحب التسكيره بتاعه الحاجه قد ايه، يعني دي حاجه بقى اختياري ما فيهاش مقدار، يعني السكر حسب الرغبه. وقبل بقى ما ادوق هنزل ميه الورد او ميه الزهر، بصوا فين في الاخر خالص عشان يا جماعه طعمها ما يروحش. الله على الريحه، دي ميه ورد. الله، شوفوا بقلب، وانا طبعا استغنيت عن الويسك لان طبعا مع الوضع كده مش هينفع، لازم معلقه خشب، وكتفي وجعتني وايديا وجعتني يا جماعه حرام عليكم. المهم بقلب لحد ما تتشرب كميه الايه الشربات اللي انا بنزلها. ادوق بقى كده ونخلي بالنا لانه بيبقى سخن مولع. بسم الله. خرابي. هنا سد الحنك ما عملتش حاجه بقى خالص، قلبت اخر مغرفه اسمه ايه شربات، وبعدين ابتدي اقدم كده. طبعا دي طريقه للتقديم، يعني مش الطريقه التقليديه ولا حاجه، دي طريقه للتقديم، لكن احنا ممكن نحطه في الطبق على طول ونغرف بالمعلقه من الطبق الكبير، شويه سمسم، شويه فستق طبعا اختياري خالص، يعني هي اساسا بالسمسم وشكرا، ومش محتاجه اي حاجه تانية معاها. اوكي اوكي